ما نشاهده الآن الجرار الكندي، وهو له كابينة قيادة واحدة وأحاد الدورة. دخل الخدمة من الستينيات إلى الثمانينيات، وكانت إحدى أهم الخطوات الفعلية لتحويل الأسطول المصري للجر من قوة الجر البخارية إلى قوة جر الديزل. هذا الجرار له قدرة حصانية من 1500 إلى 1650 حصان، وأثبتت هذه القاطرات كفاءتها حتى تم دخول قاطرات هنشل الألمانية مصر. سعة صهريج السولار 3000 لتر بأربع مواتير جر. هذا الجرار الكندي يسمى دو فاسكو، هو جرار كندي. كما نشاهد له كابينة قيادة واحدة أحاد الدورة. مرة أخرى هذا الجرار الكندي نشأت أهميته من أنه أهم الخطوات الفعلية لتحويل الأسطول المصري للجر من قوة الجر البخارية إلى قوة الجر الديزل. هذه الجرارات دخلت الخدمة إلى مصر من ستينيات القرن العشرين إلى الثمانينيات، يعني من 1970 إلى ثمانينيات القرن، وما زالت مستمرة، ونحن الآن في 2020، نحن في يناير 2020. هذا القطار متجه من ديكرنس إلى المنصورة. المكان محطة صندوق بالدقهلية.